الله معكم أحبائي بيوم السبت من الأسبوع السادس من زمن القيامة. كلمة رجاء بإنجيل اليوم بتقلي: في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكانا. كلمة رجاء بتقلي: الرب كريم وما بيسأل، هو الوحيد يلي بيعطي بدون أي مقابل. كلمة رجاء بتقلي: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كلمة رجاء واضحة: ما تضيع حياتك أنت وعم بتجرب الطرقات والمفارق لوين بتوصلك، لأنه وحده الرب يسوع بدلك على الطريق الأفضل إلك يلي بوصلك على الهدف وبيسمح لك تلتقى فيه. المسيح قام، حقا قام.